بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الان في كهف اهل الكهف عمان الاردن. في هذا الكهف 7 مقابر. الله عز وجل قال: قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: انا من القليل الذي يعلمهم، هم 7 وثامنهم كلب. هذا القبر الاول، هذا الثاني، والمعترض في الخلف الثالث. هذه القبور فارغه، هنا 3 مقابر وهنا 4 ايضا. هذا الرابع، هذا الخامس، هذا السادس، والمعترض في الخلف السابع. كما ذكرت لكم هذه القبور فارغة، وجدت بقايا عظام جمعت في هذا القبر قبل 50 سنة. العظام واضحة؟ نعم. اي والله واضحة، لا إله إلا الله. هذه النجمة هنا ثمانية وليست سداسية، نجمة رومانية فيما بعد استخدمت في الزخرفة الإسلامية. هذه كتابة على الحجر تعود للفترة العباسية. هذه الساحة هي الفجوة، الله عز وجل قال: وهم في فجوة منه. هنا مكان نوم الفتية. أما الكلب أعزكم الله بقي على الوصيد، والوصيد هي عتبة الباب خارج الكهف. من هذه الفتحة تدخل أشعة الشمس وقت الظهر، هذه مفتوحة للأعلى، وعند المغيب غروب الشمس تدخل أشعة من الباب. في هذه الخزانة بقايا آثار وجدت لناس عاشوا بعد أصحاب الكهف. في الرف الأول من فوق أباريق وضوء وجدت في ساحة المسجد العلوي تعود للفترة الأموية وما بعدها. في الوسط جذور شجرة زيتون رومانية، وهذا الحجر قبل 1800 عام عليه كتابات لاتينية قديمة. الله أكبر. هذه الحجارة اللي في الخارج أمام الكهف بقايا مسجد أموي. أما المسجد اللي بني عليهم آثاره ما زالت موجودة فوق الكهف مباشرة. هذا الكهف لما دخلوا عليه الفتية كان مغارة عادية، كهف بجبل. بعد ما توفاهم الله عز وجل كل قوم جاء هنا عمل عليه تعديل. آخر تعديل حصل على الكهف هذا التلييس الأبيض زمن صلاح الدين الأيوبي.